لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي. لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. قال ابن كثير رحمه الله بعد أن ذكر في قوله تعالى وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته القولين، القول الأول قبل موت عيسى صلى الله عليه وسلم يؤمن أهل الكتاب الذين يعاصرون نزوله عليه الصلاة والسلام في آخر الزمان، والقول الثاني لا يموت النصراني ولا اليهودي حتى يؤمن بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا متضمن لا يؤمنن به بعيسى قبل موت الكتابي، يعني هذا قول وذاك قول آخر. ورجح ذكر ترجيح ابن جرير وترجيحه هو من أن المقصود بذلك أنه لا يبقى أحد من أهل الكتاب بعد نزول عيسى صلى الله عليه وسلم إلا آمن به قبل موت عيسى صلى الله عليه وسلم. قال ولا شك أن هذا الذي قاله ابن جرير هو الصحيح. قال وذكر يعني لأن الأحاديث وردت بقول النبي صلى الله عليه وسلم يوشك أن ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا وإماما مقسطا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية، يعني لا يقبلها من أحد من أهل الأديان بل لا يقبل إلا الإسلام أو السيف. فأخبرت هذه الآية الكريمة أنه يؤمن به جميع أهل الكتاب حينئذ ولا يتخلف عن التصديق به واحد منهم، ولهذا قال وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، أي قبل موت عيسى صلى الله عليه وسلم الذي زعم اليهود ومن وافقهم من النصارى أنه قتل وصلب ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. الآية متضمنة لأمرين: إثبات أن عيسى لم يمت بعد وأنه حي باق في السماء، والأمر الثاني أنهم سيؤمنون به قبل موته الذي يكون في آخر الزمان ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا، يعني أي بأعمالهم التي شاهدها منهم قبل رفعه إلى السماء وبعد نزوله إلى الأرض. فأما من فسر هذه الآية بأن المعنى أن كل كتابي لا يموت حتى يؤمن بعيسى صلى الله عليه وسلم أو بمحمد صلى الله عليه وسلم فهذا هو الواقع، يقول ده أمر واقع يعني، وذلك أن كل أحد عند احتضاره يتجلى له ما كان جاهلا به فيؤمن به
ولكن لا يكون ذلك إيمانا نافعا له إذا كان قد شاهد الملك، ملك الموت، كما قال تعالى في أول هذه السورة: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. وقال سبحانه وتعالى: فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين. فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا، سنة الله التي قد خلت في عباده، وخسر هنالك الكافرون. وهذا يدل على ضعف ما احتج به ابن جرير في رد هذا القول. هو ابن كثير بيرجع ان القول ده ضعيف، ولكن بيعترض على ان ابن جرير بيضعفه بانه كانوا هيبقوا كلهم مؤمنين وبالتالي لا يعني يرثوهم المسلمون ولا يرثوهم روثتهم ويدفنون في مقابر المسلمين، وهذا معلوم بطلانه بالضرورة. قال ابن جرير: لو كان المراد بهذه الآية هذا لكان كل من آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم أو بالمسيح ممن كفر بهما يكون على دينهما، يعني طالما أنه هيؤمن به يبقى على دين محمد وعلى دين المسيح، وحينئذ لا يرثه أقرباؤه من أهل دينه، لأنه قد أخبر الصادق صلى الله عليه وسلم أنه قد أخبر الصادق الآيات الصادقة يعني سبحانه وتعالى أنه يؤمن به قبل موته. قال ابن كثير: هذا ليس بجيد، إذ لا يلزم من إيمانه في حالة لا ينفعه إيمانه أنه يصير بذلك مسلما. ألا ترى إلى قول ابن عباس: ولو ترد من شاهق أو ضرب بالسيف وافترسه سبع فإنه لابد أن يؤمن بعيسى، فالإيمان في مثل هذه الحالات لا ليس بنافع، ولا ينقل صاحبه من عن كفره لما قدمنا، لأنه كان ساعة الاحتضار. التوبة عند الموت لا تقبل. قال: ومن تأمل جيدا اتضح له أن هذا وإن كان هو الواقع إن هم سيؤمنون به، يعرفون الحقيقة عند الاحتضار بعد أن تغرغر الروح وبعد أن يروا ملك الموت، لكن لا يلزم منه أن يكون المراد بهذه الآية هذا، بل المراد بها الذي ذكرناه من تقرير وجود عيسى صلى الله عليه وسلم وبقاء حياته في السماء، وأنه سينزل إلى الأرض قبل يوم القيامة ليكذب هؤلاء وهؤلاء من اليهود والنصارى الذين تباينت أقوالهم فيه وتضادت وتعاكست وتناقضت وخلت عن الحق، ففرط هؤلاء اليهود وأفرط هؤلاء النصارى، تنقصه اليهود بما رموه به وأمه من العظائم، وأطراه النصارى بحيث ادعوا فيه ما ليس فيه، فرفعوه في مقابلة أولئك عن مقام النبوة إلى مقام الربوبية. تعالى الله عما يقول هؤلاء وهؤلاء علوا كبيرا، وتنزه وتقدس لا إله إلا هو. ونحن نرجح هذا القول أيضا ونقول: وإن من أهل الكتاب إلا ممن يكون موجودا عند نزول المسيح صلى الله عليه وسلم إلا لا يؤمنن به قبل موته اليهود بعد الملحمة الكبرى بعد قتل الدجال، والنصارى بعد نزوله كاسرا للصليب قاتلا الخنزير.
قال: ذكر الأحاديث الواردة في نزول عيسى بن مريم إلى الأرض من السماء في آخر الزمان قبل يوم القيامة، وأنه يدعو إلى عبادة الله وحده لا شريك له. هذه المسألة وهذه القضية طرقها متواترة مستفيضة جدا كثيرة جدا، الأحاديث الصحيحة عن جمع من الصحابة رضي الله عنهم، ففيها شروط التواتر. ولذا كان ضلالا أن ينكر نزول المسيح، وقد وقع في ذلك بعض الأفاضل لما غلب عليه ترجيح العقل فيما قد يظن أنه لا دليل عليه يوجب ترك ما تتصوره العقول الفاسدة، الذي لا شك فيه أن العقل لا يحيل ذلك. أنا أعني بذلك الشيخ رشيد رضا غفر الله له ورحمه سبحانه وتعالى، فإنها زلة من الزلات فظيعة بسبب التأثر بالمنهج الذي كان عليه شيخه محمد عبده رحمه الله وغفر له. فهذه المسألة ليست محل نزاع بين أهل السنة والجماعة. وأنكر ولا رد الأحاديث الاثنين واحد. فهذا الأمر كان كما ذكرنا زلة ندعو الله أن يتجاوز عنه، وظن أن الأحاديث أخبار أحد. ومن تأمل الطرق التي سيذكرها ابن كثير الآن يجزم بأن هذا من قد حقق شروط التواتر، وهو قد أطال جدا في هذا الباب، لكن لأجل أهمية المسألة. قال البخاري رحمه الله في كتاب ذكر الأنبياء من صحيحه المتلقى بالقبول: نزول باب نزول عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم. ثم ساق السند عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيدي ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله أحد، وحتى تكون السجدة خيرا من الدنيا وما فيها. ثم يقول أبو هريرة: واقرأوا إن شئتم: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. يوشك أن ينزل فيكم، يبقى هذا خطاب للأمة، سينزل عيسى بن مريم في أمة الإسلام، وستأتي الأحاديث أنه سينزل عند المنارة البيضاء شرقي دمشق. وسبحان الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك: ودمشق والشام كله كان لا يزال تحت سيطرة الرومان، ولم تكن هناك مساجد به، وما كان لها منائر بيضاء ولا غير بيضاء، وقد فتح الله الشام على المسلمين، وفتحت دمشق، وبنيت المساجد ذات المنارات، حتى صار هناك هذا المكان الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يوجد. وأما حكما عدلا فهو الذي سيحكم بالعدل، وهو شريعة الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد علمه الله الكتاب والحكمة. فيكسر الصليب دليل على أن الصلبان ستظل موجودة إلى زمن المسيح صلى الله عليه وسلم، وأنه هو الذي يتولى كسرها. ولا يعني ذلك ترك كل صليب، ولكن
يعني أن ذلك يعني مشروع أن يترك، لا، ولكن كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرد شيئا فيه تصاليب إلا نقضه، إلا أن النصارى إذا عوهدوا وصولحوا فبقيت كنائسهم كان يوجد داخلها صلبان عند وجود الصلح لا يكسر المسلمون هذه الصلبان إلى أن ينزل عيسى صلى الله عليه وسلم، وكذا سيبقى الخنزير موجودا ولا يقتله المسلمون قبل أن يقتله المسيح صلى الله عليه وسلم. ويضع الجزية دليل على أن الجزية لا يعني يؤقت تشريعها إلا بزمن المسيح، يعني لا تنسخ، لأن البعض في زماننا لما رأوا ضعف المسلمين وحالهم المزري فيريدون أن يعني يتوافقوا مع الواقع دون الشرع، فقالوا أن الجزية في ذمة التاريخ وأنها قد ماتت، ده معنى كلمة ذمة التاريخ دي، وأن الجزية شيء لا يلزم الآن ولا يعمل به. وذلك بعضهم يقول دي كانت معاملة بالمثل، وبعضهم كأنه بيقرش القرآن ولا السنة ولا يعلم إجماع الصحابة على أخذ الجزية من الكفار. طب المسلمين ما بيأخذوش جزية عشان هم مش قادرين، لأن مصلحتهم الآن في عهود ومصالحات ليس فيها جزية، وليس ده هم لو بقوا كويسين يبقوا فلوسهم ما تتخدش منهم، وإلا فثروات المسلمين للأسف يعني منذ عهود الاحتلال وبعدها يأخذها الكفار، حتى أموالهم يعني في بنوك اليهود والملاحدة، نسأل الله العافية. فهذا الحديث يدل على أن الجزية ستظل موجودة وتكون موجودة بالفعل، ستتغير هذه الأحوال الكئيبة التي فيها المسلمون والهزيمة التي يعني يعانون منها حتى في يعني مقدساتهم كالمسجد الأقصى، فسوف يزول ذلك وسوف تعود القوة للمسلمين وسوف يفرضون الجزية على الكفار، فيأتي عيسى صلى الله عليه وسلم فينهي الجزية، يقول لا يقبل إلا الإسلام، والكفار أصلا يموتون بنفسه عليه الصلاة والسلام، الكفار يعني لا يحل لكافر يجد ريح نفس عيسى صلى الله عليه وسلم إلا مات، ونفسه ينتهي حيث ينتهي طرفه، يعني مدى البصر، مدى بصر عيسى صلى الله عليه وسلم، رائحته الزكية الطيبة تنتشر في دائرة على مد البصر، مد البصر ده ساعة يبقى في البحر ولا في البر ممكن يوصل 20 كيلو، مد البصر على مسافة. فسيدنا عيسى صلى الله عليه وسلم إذا نزل رائحته الزكية الطيبة يشمها الكفار فيموتون، ولا يحل لكافر يرد ريح نفسه إلا مات، مبيد الكفار. ها؟ لا، الملاحم ما هي مسافة بنقولها، الملاحم يعني هو تكون قبل نزول المسيح صلى الله عليه وسلم مع النصارى وبعد نزول المسيح صلى الله عليه وسلم مع اليهود، فالمسلمون يقتلون اليهود، سيدنا عيسى يقتل الدجال، يقتله بسيفه رغم أنه إذا رأاه يذوب كما يذوب الملح في الماء، يعني الكفار بيذوبوا ولكن يدركه قبل أن يذوب بالكلية فيقتله بحربته. قال وكذا رواه مسلم، وأخرجه البخاري ومسلم من طرق أخرى عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك أن يكون فيكم ابن مريم حكما عدلا
يقتل الدجال ويقتل الخنزير ويكسر الصليب ويضع الجزية ويفيض المال حتى تكون ويفيض المال وتكون السجدة واحدة لله رب العالمين. يبقى يفيض المال يكثر حتى لا يقبله أحد. الناس تقعد عايزة تصدق، عايزة تخرج الزكاة، محدش عايز. البركة في الأرض كلها حلت بحكمها بشريعة الإسلام على يد المسيح صلى الله عليه وسلم، وتكون السجدة خير من الدنيا وما فيها. يبقى الناس مش عايزة فلوس ولا عايزة أرض ولا عايزة زراعة ولا حيوان ولا بهائم ولا أي نوع من المال، عايز يسجد سجدة لله. الموجودين حاليا ممكن يكونوا منهم؟ ها؟ الموجودين حاليا ممكن يكونوا منهم؟ الموجودين إيه؟ حاليا ممكن يكونوا منهم؟ الله أعلم، بس العلامات تدل على أن ذاك لا يزال بعيدا. العلامات تقول ان الحاجات دي زي ما قلنا كده هيبقى فيه ايه؟ جزية. يعني المسلمين يرجعوا اقوياء تاني، وهترجع المدينة يعني عاصمة للمسلمين وفيها جيش هائل، يعني ترجع عاصمة عسكرية على الاقل. الجيش الذي يقتل الروم وتحصل المقتلة مع الروم مع الاوروبيين والغربيين في الشام يخرج من المدينة، وهذا يدل على تغير الأحوال. يعني الناس اللي عمالة تقول خلاص يعني الدنيا أشرط الساعة قربت، عشان كل ما تحصل يعني يعني ملاحم ومعارك ومصائب الناس تحيل على يعني أحوال القيامة، أحوال ما قبل القيامة، أشرط الساعة الكبرى. لا يلزم ذلك. المسلمين شافهم أضعاف مضاعفة فيما يعني مضى من التاريخ أشد مما يرونه في فلسطين الآن، نسأل الله العافية. وامتد الأمر يعني من عهد الصليبيين لغاية النهاردة يقترب من 1000 عام، واحتلال بيت المقدس ورفع الصليب على قبة الصخر، وبعدين ذهب الصليبيون، وبعد كده جت التتار كانوا أشد من الصليبيين في الفتك بالمسلمين، والناس افتكرت ان برضو ايه ان الساعة اقتربت من شدة الفتن وكثرة القتل، ومع ذلك مضى الامر. فالله اعلم متى يكون ذلك، وتكون السجدة واحدة لله رب العالمين. وتكون السجدة واحدة دي زيادة تانية غير الرواية الاولى اللي هو تكون السجدة خيرا من الدنيا ما خير من الدنيا ما في. تكون السجدة خيرا من الدنيا ما فيها، الناس تفضلها عايزين يصلوا. أما هذه تكون السجدة واحدة لله رب العالمين، يتوحد الدين، يكون الدين في الأرض كلها هو للإسلام فقط، وتزول الملل الأخرى. طب المدة دي هتقعد قد إيه؟ هو في أحاديث أن عيسى صلى الله عليه وسلم يبقى في الأرض 7 سنين ويموت ويصلي عليه المسلمون. طب بعد كده الله اعلم، ممكن تبقى، خدوا بالكم يعني ان الامر ده نسبي، يعني من ايام سيدنا داود لغايه دلوقتي اسمه اخر الزمان، لغايه 5 ساعه. احنا دلوقتي بقى لنا من ايام سيدنا داود 3000 سنه، والحديث بيقول ان الله ان ادم نظر حديث فاعجبه وبيص ما بين عينيه ما بين عيني رجل منهم، فقال يا ربي من هذا؟ قال هذا نبي من ذريتك أو رجل من ذريتك في آخر الزمان أو في آخر الأمم يقال له داود. فاحنا محدش يفتكر ان ايه يعني نسبيا صح. لو انت قلت 3000 الى مليون يبقى 3 في 1000، مش كده؟ يبقى يطلع في آخر الزمان ولا لأ؟ واربعة في الأمس 1000 و5 في 1000، يبقى لو كان فاضل 2000 سنة كمان هيبقوا مضى 99 و95 99 ونص، ماشي كده، يبقى في فاضل 5000 سنة كمان. اذا محدش يقعد يقول انه فاضل قد كده على نهاية الزمان، ولا حد يقول 2013 2024
ومش عارف، والتاني يقول قد كده، وواحد يقول لا ده هي 1450 هجرية، والسيوطي قال كذا، ومش عارف سفر الحوالي قال كذا، كل الكلام ده دقك منه. لا يعلم وقت قيام الساعة إلا الله. هيمر قد إيه بعد ما تحدث الأشراط الكبرى؟ الله عز وجل أعلم. كل ذلك لا يعلمه إلا الله. ولكن بعد أن ينزل عيسى صلى الله عليه وسلم ويقتل الدجال ويهلك الله يأجوج ومأجوج بدعوته، فالساعة كالحامل المتم لا يدري أهلها متى يفتفجأهم بولادها. قال أبو هريرة: اقرأوا إن شئتم، وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، موت عيسى بن مريم. ثم يعيدها أبو هريرة 3 مرات. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. صح، جزاك الله خيرا. حديث صحيح، قال النبي صلى الله عليه وسلم اتفق على صحته، وكان يكرره في الخطبة، يقول: بعثت أنا والساعة كهتين وإن كادت لتسبقني. برضو نفس المعنى إن هو إيه؟ نسبي الرسول صلى الله عليه وسلم. طب هم بيقولوا إن في آثار حجرية، أدوات حجرية، عشان كده قالوا يبقى بشر قطعا، ما فيش لا رود ولا غيره، ما فيش حد يعرف يعمل سكينة ولو من الحجر إلا مين؟ البشر. حدش يقول الحيوانات دي بتعرف تعمل الحاجات دي. فلقوا اثار في الكويت عمرها 2 مليون سنه بالكربون المشع، ان صحت الايه المعادلات اللي بيحسبوا بيها يعني. فوارد جدا 2 مليون سنه يبقى 5000 و10000 سنه يبقوا ايه؟ يبقوا شيء في اخر الزمان فعلا. واحنا طبعا 10000 سنه حاجه كبيره جدا، بس بالنسبه للبشريه قبل ذلك هي في اثار اسرائيليه هي اللي خلت الناس تعتقد ان الدنيا كلها 7000 سنه. دي كلها أخبار موضوعة. ولذلك احنا بنقول الله عز وجل أعلم بما لبثت البشرية. هل 2 مليون ده صح ومليون ده صح؟ هو آخر عظام بشرية من أقدم عظام بشرية بيقولوا 750 ألف، بس الآثار بتاعت الحاجات الحجرية إيه؟ أسبق من ذلك بتاع بمليون وشوية. فده ممكن يكون فيه، لابد يكون فيه عقل بشري هو اللي عرف ايه يصنع الادوات الحجريه. والله اعلى واعلم. حديثين لما ما بقعوكم في الامم، حديث ان يعش هذا او تهرمون في ان يعش هذا قامت عليكم ساعتكم، يعني ساعه هذا الجيل هيموتوا الموت. والحديث ما بقعوكم في الامم هو نسبه برضه، كل ده نسبه. حضرتك حديث الاحاد الصحيح طبعا، ولكن الاحاديث الصحيحه يجب الاخذ بها. طب ليه هم رفضوها بقى؟ للنزعه العقليه التي تربوا عليها. قل هذه سبيلي ادعو الى الله، على بصيره انا ومن اتبعني، وسبحان الله وما انا من المشركين.